بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة سنة 2021، إيه هي الجامعات الأهلية ومكانها فين وتعتمد على إيه بالظبط، وإيه اللي خلاها التنسيق بتاعها ينزل تاخد طب بشري من 90% والأسنان من 85؟ إيه اللي خلى الكليات دي بتنزل بالتنسيق ده؟ تعالوا نعرف كل حاجة عن الجامعات الأهلية وأماكنها وأنواع الكليات اللي فيها، وهل هي خاصة وكم المصاريف. أولا الجامعات الأهلية لما نيجي نعرف بيها، طبعا الجامعات الأهلية هتكون مؤسسة غير هادفة للربح، يعني مش هتبقى بالأسعار الخاصة اللي احنا شفنا بيها. هتتم إدارتها بواسطة مجلس أمناء وليس شخص كما في الجامعات الخاصة. أي واحد عنده فلوس أو بيزنس كتيرة يقدر يعمل جامعة خاصة، مدرسة خاصة، وياخد في الناس زي ما هو عايز. دي مش هينفع، دي مش خاصة، دي مجلس أمناء. مجلس أمناء يعني حاجة تبع الدولة. الربح الناتج منها سيتم استثماره في العملية التعليمية داخل الجامعات، يعني محدش هيحط حاجة في جيبه لأن القائمين عليها هيبقوا موظفين من قبل الدولة. من تطوير المنشآت والعملية التعليمية، الجامعة هتكون مملوكة لأي جهة اعتبارية زي مثلا جامعة حكومية مملوكة للدولة، المهم حاجة ايه تبع الدولة مش حاجة مملوكة لشخص. نظام الدراسة فيها، نظام الدراسة هيبقى بنظام الساعات المعتمدة. يعني ايه الساعات المعتمدة؟ يعني حاجة بالظبط زي الدروس الخصوصية، تمام، هنشرحها بالتفصيل. لكن مصاريفها أقل من مصاريف الجامعات الخاصة. الخاصة طبعا طب وصل 180 ألف في السنة ومش عارف ايه، دي هتبقى أقل شوية، تمام، للناس اللي إمكانيتها مش قد الخاص. وهتتم الدراسة بمشاركة مع منظمات تعليمية دولية، يعني ممكن يكون فيها أساتذة من بره. بالنسبة للمصاريف لغاية دلوقتي ما حددوش كام بالظبط لكل كلية. ينقسم فيه العام الدراسي إلى فصلين، ده من نظام الساعات المعتمدة لو عايزين تاخدوا فكرة عنه، إن احنا بتمتحن ترمين، يعني تمام، الخريف والربيع، المهم ترمين. في كل فصل دراسي يدرس الطالب عادة من أي مكان، ما هي بقى إيه، أنت بتاخد الساعات دي بتعرفها وتدرس من اي مكان بقى، من 12 ل 19 ساعة معتمدة في الاسبوع كامل، تمام، او من 4 الى 6 مقررات دراسية بالنسبة للكتب اللي بتدرسها. وعادة ما يتكون الفصل الدراسي الواحد من 3 ساعات معتمدة، اي 3 ساعات في الاسبوع، ممكن لمدة 4 شهور. طب مش 3 ساعات في اليوم، يعني يبقى حرام اوي. فانت بتاخد 3 ساعات في الاسبوع، ساعة سبت، ساعة 2، ساعة 4 مثلا، يعني في الأسبوع لمدة 4 شهور. يسمح نظام الساعات المعتمدة للطلبة بتوزيع متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية على مدار سنوات دراستهم، كما يسمح لهم بالدراسة مع طلبة من السنوات السابقة، ما هي بقى إيه حسب المواد المختلفة، فممكن تدرس مع رابعة، المهم ده ساعات معتمدة أصلا، والسنوات اللاحقة. ويمكنهم أيضا من دراسة التخصص الرئيسي والتخصص الثانوي. وإذا رسب طالب في مقرر دراسي فعليه أن يعيد هذا المقرر منفردا إذا كان مقرر إجباري، أو يدرس مقرر بدليل إذا كان مقرر اختياري، تمام. إذا كان في حاجات إجبارية في الجامعة وفي حاجات اختيارية، فممكن الإجباري ده أنت لو سقطت فيه هتعيده لوحدك، كده كده نظام الساعات هيبقى معاك وتشتغل مع نفسك. أما بقى لو كان حاجة اختيارية فانت بتاخد بديل بدلا منها اختياري برضو. فين بقى الجامعات موجودة فين؟ هي في الاول بيقول لي جامعة الملك سلمان الدولية. الجامعة ليها 3 مقرات، الطور وشرم الشيخ وراس سدر، تمام، بمحافظة جنوب سيناء. فرع شرم الشيخ بيقول لك يضم 4 كليات، السياحة والضيافة زي السياحة والفنادق كده، ألسن ولغات تطبيقية، عمارة وفنون وتصميم، دول الأربعة بس اللي موجودين في شرم. فرع راس سدر بقى فيه 4 كليات برضو، طب بيطري، زراعات صحراوية، علوم إدارية، علوم مجتمع. أما فرع الطور فيه 7 كليات، هندسة وطب وعلوم وصناعات تكنولوجية وعلوم وهندسة وحاسبات وصيدلة وتمريض. جامعة العالمين الدولية دي مقرها هيبقى في مدينة العالمين الجديدة بمطروح، هتضم 11 كلية، إدارة أعمال ودراسات قانونية دولية والسياحة وضيافة وفنون، يعني نفس المقررين اللي هناك، هيبقى فيها طب فم وأسنان وصيدلة ودراسات عليا.
بالنسبة بقى لجامعة الجلالة، دي مقرها بهضبة الجلالة طبعا بمحافظة السويس، تضم 15 كلية، يعني مجموع اللي احنا قلناه كله، علوم اجتماعية وانسانية، هيبقى فيها هندسة وعمارة وانتاج وعلوم تمريض وكده يعني، وعلوم صيدلة. جامعة المنصورة برضو الجديدة دي هيبقى بمدينة المنصورة، وتبقى محافظة الدقهلية يعني، فيها 9 كليات برضو، إدارة أعمال ومعاملات قانونية وعلوم هندسة، يبقى إذا إيه، والطب، طب الأسنان وطب البشرة تبقى موجودة في المنصورة برضو في الدقهلية، وهتبقى موجودة في رأس سدر. تمام، دي كانت كل حاجة عن الجامعات الأهلية. أما بالنسبة للمصاريف بتاعتها لسه معرفناش المصاريف هتبقى إيه. وطبعا أول صفحة كانت معانا هي اللي فيها إيه، هي اللي فيها التنسيق بتاع الطب البشري 90، أسنان 85، صيدلة وعلاج طبيعي 85 برضو، الهندسة وطب البيطري 75، فنون تطبيقية 65، تكنولوجيا العلوم الصحية 65، علوم الحاسب 65، إعلام 55، اقتصاد وعلوم 55، الزراعة وباقي الكليات اللي قلنا أساميها وما ذكرناهاش في التنسيق برضو هتاخد من 55. أول ما ينزل أسعار ليها هنبلغكم على طول. تمام، اللي عايز معلومات أكتر عنها يلاقي رابط تحت الفيديو. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.